بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مهندس رضا لؤلؤ، رئيس مجلس الآباء والأمناء بالإدارة التعليمية بأوسنا، وعضو مجلس الأمناء والآباء بالمحافظة. من النهاردة طبعا امتحانات الدبلوم بدأت، والحمد لله طبعا قمنا بتجهيز الكنترول، وطبعا رحنا لجنة ورحت أنا ومدير الإدارة، والحمد لله جهزنا طبعا كل الالتزامات اللي تليق بالمعلم. واحنا كمجلس أمناء بنشارك في العملية، بنشارك طبعا في العملية المجتمعية، وجهزنا طبعا الكنترول والناس اللي هي بتيجي طبعا بتراقب والموجودة جايين من الخارج. قمنا بتجهيز السراير والاوض اللي هم بيناموا فيها على اتم الاستعداد، وركبنا مراوح وركبنا كل شيء كل ما يلزم. واشاد وطبعا سياده رئيس اللجنه ورئيس الكنترول اشاد بالحاجات اللي احنا قدمناها. احنا بنقدم ليه؟ عشان دي بلدنا، واحنا لازم نحط ايدينا في ايدين بعض ونجهز الحاجات اللي هي المطلوبة. والناس دي طبعا تعتبر اخواتنا واحنا تحت امرهم، وبنقول لهم اي حاجة هم عايزينها احنا طبعا عشان خاطر ولادنا وعشان خاطر راحة ولادنا احنا بنقدم كل حاجة كويسة واحنا تحت امرهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.